شكلي كويس؟ هنفع عريس؟ خليني كده زي الفل. خلوه زي الفل حبيبي. انت مش متخيل انا مستني اليوم ده بقالي قد ايه. اخيرا هخطب ملاك الحارس اميرتي شيري. يا رب يتمم لكم بخير يا حبيبي. اوعدك يا سامح اول الشهر هرجع لك الفلوس اللي خدتها منك. ايه ده احنا في بينا الكلام ده يا خالد؟ بس ما كانش ينفع اشبكها بقى اللي متنين رطل ماز. ما كانش ينفع. انا عارف هي اكيد تستاهل اكتر من كده. يا خرابي كل يوم يحلو زياده. يخرب بيت جمال. انا نفسي اعرف مين بنت المحظوظه دي. بطني قلبت من البتاع ده. قلت لك عايز عربية سندريلا مش كفار كوريش. كان نايس تدخلني على جمل. انا اسف يا حبيبتي. طب انت عارفه ان شكلك زي القمر النهارده؟ عارفه. ايه الجديد؟ طب فين ابتسامتك الجميله؟ فين مودي؟ بس خلاص يوم باين من اوله. ده تعمى في عينه ده ولا ايه يا لهوي؟ انا نفع اعرف هي احلى مني فيه. النهارده يا شيري اسعد يوم في حياتي. وانا مش تايه دبان وشي. ليه في ايه؟ انا مش قلت لك امك ما تحضرش؟ ما هي ماما برضو ما ينفعش اقول لها ما تحضرش. طول عمرك ابن امك. عديها بس. وايه ده اللي انت لابسه البيبيون ده؟ انا مش قايله لك تجيب جرافات بطشيخ عشان تبقى لهم فستاني. انت لفيت الدنيا لفه ما لقيتهاش. ما معلش مش هنبوظ يوم جميل زي ده عشان كرافات. طيب قصدك ان انا تافهه؟ لا خالص. تافهه ايه؟ لا خالص. طب انا هبعت واحد يجيبها دلوقتي. يلا. حاسه ان انا هرجع هروح اجيب حاجه اشربها. لا يا جزمه يا جيمه. ايه ده؟ شيري والله ما كان قصدي. والله شيري ايه اللي انت بتعمليه ده؟ دي قصده. انت قصده. انا عارفه الاشكال دي كويس. لا 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 دي بريهان بنت طنط سوزي. ما تقصدش اكيد. يعني انا كدابه؟ لا خلاص. بيري بره. ايه بره؟ انت تطردني عشان دي؟ عليها اسمي. دي اسمها نور عيني حبيبه قلبي. حاسه ارجع. خلاص ما تزعليش بقى. خلاص خلاص مش زعلانة. يلا يا ولاد يلا عشان تلبسوا الشبكه. صل على النبي صل على النبي صل على النبي. أدليني فستاني يا مامي. حبيبة مامي. يلا مالك ملخوم كده؟ أنا مبسوط جدا. يا رب. إيه ده؟ فين بقيت الشبكة؟ ده خاتم الماظ. خاتم الماظ؟ ايه القرف ده؟ جايب لي كاس الازاز وتقول لي شبكه؟ ده اتنين قيراط؟ اتنين قيراط وانا بشتري فدان عرض. بدل ما تجيب لي طعم ذهب يملى صدري عيار 18 ولا 21. مش كفايه اني قبلت بيك وانا اصلا مش بحب الرجاله الرفيعين اللي زيك. انا ممكن اتخن. انا ممكن اتخن. اقول لك ايه؟ انا ممكن اعمل عمليه تجميل على فكره. اي حاجه عشان ارضيكي. ما تتعبش نفسك. مفيش زي خلقه ربنا. مش قلتلك مش هينفعك الابيضاني الكالح دوت. انت كده دايما شورتك من دماغك. يا طنط انا ممكن اعمل اي حاجه عشان ارضيها. اقول لك ايه؟ هعمل عمليتين تجميل. وش تعمل الماستر؟ وايه البوفيه المعفن اللي انت جايبه دوت؟ حاجه تعر. يا طنط ده كافيار وسموفي. ايه سيمون؟ ما راحت عليها خلاص. كنت جبتي انوشكا ولا حمائي؟ ايه مالك كده؟ ما انتش عارف ترقص ولا عارف تعمل حاجه. حميده شيري حبيب قلبي حياتي وحشتيني موت. وانتي اكتر. هوبا حماده برجوله. هوبا. مين ده؟ ده حميده ابن خالتي وزي اخويا. اخوكي؟ كان متكلم عليا واتخطبنا سنتين.
سنتين وبعدين اتجوزنا وعندنا منا وياسين. طب يا حبيبتي ما قلتليش ليه من انك اتجوزت وعندك اولاد يعني؟ ما جاتش مناسبة. ما جاتش مناسبة. اوكي ماشي. شيري ما قلتليش ان ذوقك وحش. حميدة مش عايزة مشاكل. لينا بيت نتكلم فيه. انت بتروحي معاه للبيت؟ اوعى تفتكر اني هسيبك تتدخل في حياتي الشخصية. لو مش عاجبك غرفة 60 داهية. لا انا مش قادر اعيش من غيرك يا حبيبتي. لا. انت مش هتاخدها مني. انت مجرم. انت مجرم. وانت ما تفتكرش انك ممكن تاخد مني ام ولادي. والله؟ بجد؟ بجد. يا مسيبتي هيموتوا بعض عشاني. ألف مبروك يا شيري. شينيز حبيبة قلبي. ايه دي يا شيري؟ دي شينيز صاحبتي. طب ما عرفتنيش ليه يعني؟ دي في حد بالجمال ده؟ انا حاسس ان انا اتسرعت. باين. تعالى هنا. وانت كمان انتوا الاثنين بتوعي. البوفيه 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 البوفيه. طب انت خليكي معايا. لا ما بعرفش ابتدي علاقه وانا جعانه. عندك حق. هروح واجي. عندك حق. هستناكم.